مسارح او مثلا مسرح الاوبرا هتلبي دعوتنا؟ طبعا ده شرف كبير ليا. طب يا لهوي، ده شيء يسعدني جدا ان انا اعمل حفله هنا في الاوبرا، او ان انا اعزف هنا في حفله في الاوبرا. ده شيء عظيم جدا طبعا، ومصاحبه موسيقيين من الموسيقيين الحلوين الجمال اللي انا شفتهم في كل مكان. هنا بشوف ناس بتعزف، اللي بيلعب كمانجا، واللي بيلعب جيتار، واللي بيلعب بيولا. يعني في حاجه كده حلوه تخليك تحب الفن وتحب الموسيقى هنا في سان مارينو. متشكرين لحضرتك أستاذ مجدي، ونحن